صباح اهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم عن التليفون الجديد من شركه سوني، السوني اكسبيريا 1 مارك 4. هالتليفون عنده مميزات كتير حلوه، تجددت كتير من السنه الماضيه اللي شفناها. عندنا شاشه احسن، كاميرات احسن، البطاريه احسن، السماعات الموجودين عندنا كمان احسن، وعندنا امكانيات كتير منيحه. كبروا حطونا الهيدفون جاك، فينا نكبر الذاكره عليه كمان للتليفون. في كتير شغلات منيحه للتليفون اللي كتير ناس ما بعتقد بيعرفوها مزبوط. عشان هيك اليوم بدي اعطيكم احسن 5 مميزات فيه لهالتليفون، وليه لازم انتم تفكروا فيه لهالتليفون اذا عم تفكروا تجيبوا تليفون جديد من شركه سوني. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نتحدث على السوني اكسبيريا 1 مارك 4. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دايما 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 تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. اول شيء لما نتحدث فيه للتليفون لازم نتحدث عن الشاشه تاعيته. هيدي الشاشه تاعيته بعد مثل ما شفناها السنه الماضيه حلوه كتير كتير كبيره مثل ما شفناها السنه الماضيه، بعدها 4K 120 هرتز. ومش بس هيك، زبطوا عليها البرايتنس تاعيتها حتى تصير 50% احسن من السنه الماضيه اللي شفناها. سو مش بس 4K 120، الشاشه صارت احسن، صار نستعملها برا منيح، والشاشه حلوه كتير. وبرضو عندنا كمان الامكانيات لنعمل عده اختيارات لما بنستعملها لنتفرج على فيديوهات، لما نتفرج عليها حتى اذا بنستعملها كاكسترنال مونيتور. اللي بيعجبني فيها هون زبطوا لنا اختيارات هلا بالنوتيفيكيشن بانل كيف ننقل من ستاندرد مود والكرييتر مود لما بنتفرج عليهم فيديوهات لهالتليفون. هذا التليفون معمول خصوصي ليعطينا خبره الفيديو لما نكون نعمل من الدايركتور تبعه. اذا عم تتفرجوا على 4K على نتفليكس ولا شغله ثانيه، هذه حتعطيكم خبره كثير كثير منيحه. ومش بس هيك، فينا كمان نفوت تحت السيستم تحت السيتنجز تاعيته، نفوت على الديسبلاي، ومن هونيك فينا كمان نعمل الوايت بالانس تاعيته للشاشه هون من اولها. مش بنخليها على الاوتوماتيك، فينا كمان ندورها بتعملوها دافيه ولا بارده شوي ولا حتى بالنص، وفيكم تعملوا عليها عده اختيارات موجوده كمان. هيدي كتير كتير منيحه ومهم كتير للشاشه. فينا كمان نظبط الريفرش تاعيتها يا اما 120 يا اما 60. اللي عجبني كمان كتير انه زادوا البطاريه عليها، قامونا من 4500 السنه الماضيه صرنا 5000 ملي امبير. وبرضه عندنا الوايرلس تشارجنج، كل هالشغلات بعدها كتير كتير منيحه. هالشاشه ما في مثل لنستمتع فيها لنشوف فيديوهات، لنستمتع فيها لنطلع لنصور فيديوهات كمان عبرها، وكمان فينا نستعملها كاكسترنال مونيتور. قصدي معناته هذا هون التطبيق اللي موجود فيه، فينا نستعمل الفيديو باليو اس بي سي مثل ما بستعمل عاده. هاتي يا ثاني لندورها. هلا انا موصلها على الكاميرا اللي نحن عم نتحدث منها عشان هيك بتشوفوها دغري وماشي فوق بعض، بس عاده فيكم تستعملوها مع الكاميرا تاعيتكم. اذا عم تستعملوها بالسيستم ما عنده الفيديو مثل هذا، انا مستعمل الاي 10 ميني من بلاك ماجيك. فيكم تستعملوا شغله ثانيه مع الادابتر اللي بيقلب الاتش دي ام اي لليو اس بي سي وتوصلوه للتليفون، بيمشي مزبوط كتير كتير منيح. في عندنا كمان عده اختيارات لنظبط الصوت الليفل قد ايه قوه الكونكشن تاعيتنا. فينا كمان نعمل المود، نقلب بين المود المونيتور مود والستريمينج مود حتى نقدر نظبط الشاشه لتمشي مزبوط. كل الشغلات اللي معجبين فيها بتمشي مزبوط، وهيدي الحلاوه فيها اللي بتعجبني فيها كتير انا بنقدر نستعملها. وهيدي شاشه كبيره 4K 120 فريمز بير سكند كمونيتور موجود بقلب جيبتكم تستعملوا امتي ما بدكم. هلا لما خلصنا نتحدث عن الشاشه لازم نتحدث عن الكاميرات الموجوده هون. الكاميرات هولي ما في مثلهم شيء بجنن، جددوهن عن السنه الماضيه بعده اختيارات. اول شيء السنه الماضيه كان عندنا 4 كاميرات على الواحد مارك 3، كان عندنا 16 24 70 و105. هال 70 قلبوها لل 85 وال 105 قلبوها لل 125 واعطونا شغله اسمها سيملس ترانزيشن، معناته فينا نقدر نعمل الزوم بيناتهم الاثنيناتهم من بين ال 85 لل 125 اوبتيكال زوم مش ديجيتال اوبتيكال. الكاميرا اللمزه الموجوده ورا هون موجوده جوا هون بتقلب بين اللمزتين الموجودين وبتضل عملنا الزوم بيناتهم ال 85 لل 125 اوبتيكال، معناته هتضلها صوره كثير مضبوطه وكثير ماشي حلوه لما بتاخذوا صور لما تكونوا قريبين. ومش بس هيك، اعطونا كمان الفوكال لينث اجدد، صار فينا نوصل مدى ابعد من السنه الماضيه، كان عندنا 105 صار هلا عندنا 125، كثير كثير منيحه ومعجب فيها على الاخر. اخر شيء كمان بدنا نتحدث فيه انه الكاميرا الادمانيه غيروها، صار عندنا هلا نقدر نسجل 4K 30 فريمز بير سكند على الكاميرا الموجوده قدام، لانه اخذوا 12 ميجا بكسل كاميرا موجوده من قبل حطوها هون وركبوا لنا اياها بدل 8 ميجا بكسل. عشان هيك صار فينا نسجل 4K، فينا نسجل نستعمل الكاميرا من قدام ونسجل 4K فيديو هون. ومش بس هيك، الفيديو برو من السنه الماضيه جددوه كمان، صار فينا نستعمل هلا الكاميرا الادمانيه بقلب فيديو برو، مش بس الكاميرا الورانيه، الكاميرات الموجوده ورا. هدول اختيارات كتير حلوه بتعطينا الاختيارات المميزات الحلوه فيها كتير لهالتليفون. انا مثل ما شفتوا نزلتكم فيديو عليه الجمعه الماضيه، عشان هيك انتم شفتوا بتشوفوا كل الخبره هونيك، حتى تشوفوا هونيك كل الحلوه شغلات فيها. هلا تحدثنا عن الشاشه، تحدثنا عن الكاميرات، خلينا نتحدث عن الصوت. هالتليفون عنده كمان امكانيات كتير كتير خرافيه، بس اول شيء بنقول صراحه انه السماعات اثنيناتهم ستيريو سبيكر اعلى من السنه الماضيه، وعندهم الكواليتي تاعتهم ظبطوها على الميدز اند لوز، معناته لما عم تسمعوا على الموسيقى فيها شويه بيس
الصوت صار احسن وما عم بينعمل يتوشوش عليه كتير. سماعات اثنيناتهم ستيريو، اثنيناتهم جايين قدام لنا وبيعطونا صوت كتير حلو. فينا نستعمل كمان السماعات الوايرلس تاعتهم لسوني، فينا نعمل اوديو 360 اوديو. اذا سامعين في انتم هدول 360 اوديو بتقدروا تستعملوه عليه لهالتليفون. ومش بس هيك، اذا التليفون الموسيقى اللي عم تسمعوا عليها ما عندها 360، فيكم تستعملوا 360 اب ميكس موجود دغري بقلبه للسيستم. في عندها كمان الدي اس اي اي التيميت والدولبي ساوند والاي كيو موجودين. وهدول السماعات انا عملت عليهم فيديو بالقناه الانجليزيه تاعيتي، بس سماعات كتير حلوه مفتوحين من ورا، بيعطونا نقدر نتسمع لبرا ونتسمع كمان على موسيقى 360 ديجريز كمان بقلبه للتليفون. هذه شغله كتير كتير منيحه وانا مبسوط كتير فيها. بس اخر شيء كمان كلنا بنعرف انه سماعه الوايرد كونكشن بتضل احسن شيء، لو ليتنسي، والصوت كمان عنده الداك موجود فيه هون بيعطينا احسن صوت، خبره صوت عليه للتليفون حتى جاي من هالسماعه. هلا بعد ما تحدثنا عن الصوت، الشغله الثانيه اللي عجبتني فيها للسيستم الجديد، خاصه انه سوني تعلمت من التليفون تبعهم الاكسبيريا برو اي، واعطونا خبره نقدر نستعمل الشاشه الورانيه عليه للتليفون معه لهالسماعه، معه للسيستم نفسه. معناته فيني اخذ التليفون انا هون بركبه هون، بحطه بين الباور باتن والفينجر برنت سنسر والزر تبع الكاميرا، ونقدر نكبس الزر كمان من ورا، هيدي حلوه كثير. بنركبها ونقدر ندور الكاميرا مثلا، بنقول الفيديو برو مثل ما عم تشوفوا، فيني استعمل هالشاشه، بقول لها اوكي. من هون بدنا ندور الشاشه، بنعمل الفوليوم الباور باتن تبعها، صار فينا نستعمل الشاشه مش من قدام، صرنا نستعملها من ورا. مثل ما عم تشوفوا هون الكاميرات موجوده قدام، فيني انقل انا بين الكاميرات كلها اللي بدي اياها. فيني اعمل الالترا وايد، نقلبها لهون بتعطينا الصوره كثير كثير منيحه، وفينا نقلب كمان على ال 85 وال 125 125 كمان. بس اللي بتعجبني اكثر شيء انه فينا نستعمل الكاميرا الموجوده قدام، الفرونت فيسنج كاميرا عليها. مش بس هيك، معناته رغم ان انا واقف قدام الكاميرا فيني اشوف وراها عبر هالشاشه، بتمشي كثير منيح بتعطينا الخبره. اذا بدي زيد الكهرباء عليه للتليفون، في عندنا شريط زياده هون موجود ما عم نسكر عليه. هيك كل الشغلات بتعجبني فيها شركه سوني. وعندنا كمان سماعه هيدفونز زياده، فينا نستعمل هيدي لنفوت صوت عليها، وفينا نستعمل هيدي لنتسمع على الصوت ونتاكد انه شو عم بيصير فيه للتليفون. كتير كتير منيحه وانا معجب فيها كتير هيدي الفلوجينج. وكمان اهم شيء نسيت قبل ما نظهر من هون، بدي افرجيكم كمان شغله حلوه، اللايف ستريمينج. هيدي الشغله كتير كتير مهمه ركبوها، وهيدي معناته لما بنفوت على السيستم هون فينا نعمل ستريمينج دغري على اليوتيوب على ال 1080p 60 فريمز بير سكند. وفينا كمان نعمل الادريسات الثانيه اللي بدنا، اذا عندكم الار تي ام الادريس تاعتكم فيكم تزيدوها لوحده من هونيك. الحلاوه فيها كمان مش بتشتغل من هونيك، بتشتغل بتاعت النظام تبع الالعاب، وكمان بالنظام مثل ما فرجيتكم بالاكسترنال مونيتور فينا نستعملها هونيك. معناته كل هالامكانيات الحلوه اللي اجت من الاكسبيريا برو اي نزلت على الاكسبيريا 1 مارك 4 بكتير كتير مهم، أهمية كتير، خاصة إذا تحبوا إنه تعملوا فيديوهاتكم، تسجلوا كل شيء، تعملوا الأديتينج، وتقدروا تشوفوا حالكم شو عم تعملوا، وتستعملوا أحسن لمزات عليه لهالتليفون، ورغم إنه عنا نقدر نستعمل الشاشة البرانية اللي كنا بس معمولة للإكسبيريا برو آي، هلا على الإكسبيريا 1 مارك 4. وآخر شيء بدنا نتحدث فيه النظام الجديد تبع الجيم إنهانسر الموجود هون. في عندنا السيستم نفس الشيء، نقدر نعمل الجيم مود، نغير عدة الاختيارات، فينا كمان نستعمل الـ HS Power Control لنقدر نفوت الشريط من برا ونمشي التليفون من غير ما نشرج البطارية، بتساعدنا كمان شوي بالحماوة، فينا نسجل فيديو كمان، فينا نعمل الـ Display and Sound نغير عدة اختيارات، حتى إذا بدنا نستعمل ميكروفون من برا لما نعمل تسجيل الصوت تبعنا، سكرين شوت، سكرين ريكوردينج مثل ما خبركم نعمل التسجيل. إذا بتدوروا هالاختيار بتقدر تعطيكم 30 ثانية من باك اب انتوا عم تلعبوا اللعبة، مثلا إذا نسيت نعمل التسجيل للفيديو نحن عم نبلش اللعبة بس لاحظتوا إنه في عندكم مرحلة حلوة كتير بتسجل تقريبا 30 ثانية، إذا بتتذكر بظرف 30 ثانية من لما طرح ما صار هالمنظر اللي انتوا بدكم تسجلوه بتعملوا ريكورد، بتسجل 30 ثانية وبترجع بتنزلكم الباقي كله عليه للتليفون. اهم شيء كمان فينا نعمل لايف ستريمينج من هون موجوده فيه، بنقدر نشوف ونعمل ستوب ار تي ريكورد، هذه شغله مهمه كثير، اذا بندور الار تي ريكورد ما بتمشي باللايف ستريمينج، بس اذا بنعمل هيك صار فينا نعمل اختيار تبع اليوتيوب، فينا كمان نعمل الكابتشر كارد وكل هالشغلات الحلوه الموجوده بالنظام تبع الالعاب. مثل ما قلت لكم عملت انا فيديو ثاني معمول خصوصي للالعاب عليه لهالتليفون وكل الخبره تاعيته. اليوم بدي ركز على المميزات الحلوه كثير اللي انا معجب فيها كثير في لهالتليفون. سو هدفي انا بالفيديو تبعي اليوم انا انه افرجيكم كل المميزات الحلوه فيه للاكسبيريا 1 مارك 4. السبب انه هذا التليفون انا معجب فيه كثير، ليه؟ لانه الامكانيات اللي شايفين فيها، الكاميرات، البطاريه، الذاكره، السماعات تجددوا، كل شيء معمول فيه لهالتليفون ظبطوه. اخر حاسوب 8 جن 1، عندنا كمان الامكانيات الجديده مع البطاريه اللي موجوده عندنا هون، الشاشه حلوه، فينا نسجل 4K 120 من اي لمزه موجوده عليه للتليفون من ورا، و4K 30 هلا شغله كثير جديده موجوده بالكاميرا الموجوده قدام، ظبطوها واعطونا امكانيات كثير كثير منيحه. هلا الشغله الوحيده اللي ما قدرت افرجيكم عليها هالتليفون هو الميوزك برو، خبرتكم عليه بالفيديو الثاني، بس هذا تطبيق بيساعدنا نقدر نسجل الصوت مثل كأننا عم نسجل صوتنا بالستوديو، رغم انه نحن نكون برا بالشارع، هيدا التطبيق والنظام تبعهم بيقدر يخلينا نقدر نعمل البروسيسنج عليه لهالصوت بيرجع مثل كأنه سجلناه بالستوديو.
هذا السيستم هيجي ان شاء الله مع التليفون الببليك لما بينزل للناس يشتروه. التليفون اللي معي انا بسميه بري برودكشن، بعد ما انه نازل هذا لانه منه خالص التليفون. سو بهالسبب هيدي بتكون اخر امكانيه ان شاء الله اقدر اجربها وفرجيكم كيف نقدر نستعملها، خاصه بالنسبه لي انا، مش بس لانه بدي اعمل فيديو، مش لانه بدي اسجل، بدي اعمل اديتنج، بدي اعمل الصوت الصوره، استمتع عليه، العب العاب، كل هالشغلات بتنعمل فيه لهالتليفون بطريقه كتير منيحه. وكل سنه سوني بتتسمع علينا، بتتسمع لنا على كل الشغلات اللي نحن بنرغبها فيه لهالتليفون وبيحطوه بقلب التليفون، عشان هيك انا معجب فيهم كتير. خبروني تحت، قولوا لي شو رايكم فيه للاكسبيريا 1 مارك 4، هل انتم عم بتفكروا فيه كتليفون يا اما انتم بتحبوا تليفون الثاني من شركه سوني؟ عندنا الاكسبيريا 5، عندنا الاكسبيريا 10، اثنيناتهم كمان بيعطونا خبره مختلفه، واحد بادجت والثاني شاشه اصغر، بس بعطينا ثلاث ارباع الامكانيات على الاكسبيريا 1 مارك 4. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، مع السلامه.